صباح الخير، اليوم رح نزور معكم قلعة من أهم وأقدم القلاع وأكبرها مساحة في الشرق الأوسط. قلعة تحدت كل أشكال الاحتلال وبقيت صامدة أمام مختلف العوامل المناخية والبشرية. خلوكن معنا لنتعرف أكثر على قلعة الحصن. عند دخولك القلعة تشعر برهبة وبرودة المكان الناتجة عن البناء الحجري الضخم، فقلعة الحصن من أهم القلاع السورية المسجلة على لائحة التراث العالمي منذ عام 2006. ترتفع عن سطح البحر 750 متر، مساحتها 30,000 متر مربع، وبشكلها البيضاوي تقبع فوق إحدى السفوح الجبلية لوادي النضارة المطلة على مناظر طبيعية خلابة. القلعة كانت عبارة عن حصن صغير بناه نصر الدين مرداس صاحب حمص، وتطور هذا البرج، هذا الحصن الصغير لقلعة صغيرة. فعند دخول الصليبيين بالقرن الحادي عشر إلى بلادنا سيطر على هذا الموقع وطوروا على ثلاث مراحل اللي نحن هلأ واصلين فيها. والظاهر ببارس بعهد المماليك تم استطاع تحريرها من الصليبيين وأعاد ما تهدم بها. هلأ حاليا نحن موجودين ببرج اسمه برج الظهر ببارس، هو البرج اللي تعرض للتهديم ورجع أعاد بناؤه من جديد الظهر ببارس. قلعة الحصن بأبعادها تجسد صرحاً جميلاً وقلعة عسكرية بامتياز بزخارفها وأحجارها الكبيرة وأقسامها الأربعة التي تتكون من الخندق الخارجي وسوره والخندق الداخلي والحصن الداخلي. قلعتنا السور الخارجي اللي فيها متألف من 13 برج، أبراج دائرية مستطيلة مربعة، وتفصل الحصن الخارجي عن الحصن الداخلي خندق الماء. الألعاب بتتسع ل 2000 عسكري مع عدتهم وعتادهم وخيلهم، فهي كان ألف من ثلاث طبقات، الطبقة الأولى اللي فيها الإسطبلات، الطبقة الثانية اللي هي المعيشي للجنود، غرف نومهم، غرف استراحاتهم، الكنيسة اللي كانت موجودة فيها، الفرن، فرن الطعام، القاعات، الاجتماعات، والطبقة الثالثة اللي هي الأبراج المراقبة لحماية الألعاب. يرتد القلعة الكثير من محبي التاريخ والتراث باعتبارها درة البناء العسكري في القرون الوسطى، والتي لا تزال محافظة على بنائها بشكل كامل، ما شكلت مقصداً هاماً للسياح الأجانب والعرب والبعثات الأثرية. قلعة الحصن قلعة أثرية كتير حلوة، ونحن منحب دائماً نجي نشوفها، بس مرت فترة ما قدرنا بسبب الأحداث أنه نفوت عليها. هلأ جيت بعد فترة طويلة جيت لشوفها، لقيتها مثل ما هي وكتير حلوة، ونحن كل ما صار لنا فرصة نجي منجي، وكل ما صار معنا إجانا ضيوف، إجانا عالم من برات سوريا بحبوا يجوا يتفرجوا يشوفوا هالمعلم الأثري اللي كتير حلو. هذا أحلى واحد من أحلى محلات بكل الدنيا. أنا جيت لهون ب 2008 وما فيني أذكر كتير، بس ذكرت كتير حبيتها وشفتها من تحت الجبل وقلت لهم بدي أجي لهون لأنه كتير حبيتها قبل. تسعى البعثات الأثرية إلى ترميم ما تم تدميره وإعادة تأهيل القلعة لاستعادة ألقها ودورها السياحي. من قلعة الحصن في ريف حمص، سلافة شحادة، الغد.